أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم. نقرأ في كتاب سراج الطالبين، قصدي في الكتاب من منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. قال: فإن قلت فما معنى الزهد في الدنيا وما حقيقة ذلك، فاعلم أن الزهد عند علمائنا رحمهم الله تعالى زهدان: زهد مقدور للعبد أي في استطاعة العبد أن يفعله، وزهد غير مقدور. فالذي هو مقدور ثلاثة أشياء: ترك طلب المفقود من الدنيا، ودي ممكن تحصل بالقلب أنك أنت مبقاش لك تطلعات، فمعنى ما يكونش لك تطلع قلبي إلى شيء، إنما ترضى بأقدار الله تعالى، خصوصا لو أنت استوفيت أمورك الدنيوية اللي هي تعتبر أنك خلصت دراسة، تزوجت، بتعمل، خلاص يبقى الأمر إيه؟ استقر تماما، ما عندك هتتطلع لإيه؟ ما تتطلعش الحاجة بعد كده. قبل ذلك برضو عندك تطلع أنك عايز تكمل دراستك، ماشي حلو، لكن لا تجعل قلبك إيه معلق بانشغالك التام القلبي بإيه، بما أنت فيه أو بما أنت مقبل عليه. ترك الطلب المفقود من الدنيا. الشيء الثاني التفريق المجموع منها، أنك أنت تطلب من المال، تفريق المجموع منها. الشيء الثالث ترك إرادتها واختيارها، أي ترك الإرادة القلبية للدنيا والاختيار واختيار الدنيا. اختار غير الدنيا، فترك هنا مسلطة، يبقى ترك المفقود من الدنيا وترك المجموع منها بالخروج منه. المجموع الجزء ولا أغلبية ولا بقدر، قلنا الصديقين بيخرج منها تمام من كل اللي جمع، زي أما غيره فبقدر إمكان، يعني حسب يتعلم الجود يعني. والثالث ترك إرادتها واختيارها، ألا إيه يريدها بقلبه، أي يتعلق قلبه بها، أي لا ينعقد القلب على طلبها، لا ينشغل بها انشغالا تاما، انشغالا تاما. وترك اختيارها، أي يبقى الترك دي متسلطة على الإرادة والاختيار. الكلام ده كلام أصولي عالي جدا، يعني يتكلم عن الإكراه بيقول هو ترك الإرادة والاختيار. الإمام الغزالي في كتب أصول الفقه، ما هو الإكراه؟ ترك الإرادة والاختيار، سلب الإرادة والاختيار. فإيه ترك إرادتها واختيارها، ترك إرادة الدنيا واختيارها. أما الزهد الذي هو غير مقدور للعبد فهو برودة الشيء على قلب الزاهد، أي لا يكون عنده سخون، عكس البرودة يكون إيه؟ ها؟ حرارة الطلب، حرارة الطلب. يبقى البرودة إن عنده برد في طلب الدنيا مش عايزها، فاهم؟ ما بقاش عنده حرارة الطلب والانشغال بها، وده الغير مقدور للعبد. ثم الزهد الذي هو مقدور للعبد مقدمات للزهد الذي هو غير مقدور للعبد. أما بيحقق الزهد الغير المقدور، ها، بيكون ده مقدمة لحصول الزهد غير المقدور، لأن غير المقدور ده خارج عن قدرة العبد في تحصيله، واضح؟ فيكون وهبي، اللي هو ترك اللي هو برودة الشيء على القلب. أي عدم المحبة، ما هو البلاء كله في المحبة. القبح. بسم الله الرحمن الرحيم. البلاء كله في المحبة، إنك بتحب شيء فبيتعلق قلبك به فتطلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. فلما تيجي عدم المحبة دي ده شيء قلبي بقى، ربنا بيزهدك في الدنيا، يخليك ما تحبهاش، ما تقبلش عليها، ما تنشغلش بيها، خلاص. ثم الزهد الذي هو مقدور للعبد مقدمات للزهد الذي هو غير مقدور للعبد، فإذا أتى به العبد
بأن لا يطلب إلا المقدور، إذا أتى به العبد أي المقدور، بأن لا يطلب ما ليس عنده من الدنيا. الثلاث أشياء اللي ذكرها قبل كده، يطلب ألا يطلب ما ليس عنده من الدنيا، ويفرق ما عنده منها، ويترك بالقلب إرادتها واختيارها لأجل الله وعظيم ثوابه بتذكره لآفاتها أورثته هذه الأسباب الثلاثة، إيه؟ البرودة القلبية اللي هي إيه؟ عدم طلب الدنيا وعدم محبتها الذي ينتج عنها الطلب. فإذا ترك المحبة يبقى ترك الطلب، إذا غابت محبة الدنيا عن قلبه يبقى إيه؟ لا يطلبها وتنتج عنه إيه؟ البرودة. حاضر ماشي، بس خلي بالك يعني. عليك السلام. الشيخ رواق أبو يزيد لو سمحت. اطلع فوق شوف، اسأل عليك. فإذا أتى به العبد أي المقدور له بأن لا يطلب ما ليس عنده من الدنيا، أي يرضى بما قسم الله له ويفرق ما عنده منها بقدر إمكانه، ويترك بالقلب إرادتها واختيارها لأجل الله وعظيم ثوابه بتذكره لآفاته، أورثته تلك البرودة، تلك أورثته تلك اللي هي الأشياء الثلاثة، برودة الدنيا على قلبه أي زهده فيها وعدم إقبال القلب عليها الناتج عن محبتها. وهذا عندي هو الزهد الحقيقي اللي هو ترك البرودة، اللي هو وجود البرودة يعني في القلب، وهذا هو الزهد الحقيقي. ثم أعلم أن أصعب الأمور الثلاثة إنما هو ترك الإرادة بالقلب، إذ كم من تارك لها بظاهره محب مريد لها بباطنه، فهو في مكافحات ومقاسات شديدة من نفسه، والشأن كله في هذه. الحمد لله رب العالمين. ثم أعلم أن أصعب الأمور الثلاثة إنما هو ترك الإرادة بالقلب، أي توجه القلب لطلب الدنيا، إذ كم من تارك لها بظاهره في جوارحه بدعوى الزهد والتقوى والورع، محب وهو محب له في قلبه، محب مريد لها بباطنه، القلب متطلع، فهو في مكافحات ومقاسات شديدة من نفسه. بل إن حب الأشياء هو منبت جميع الأدواء والأمراض القلبية، فيصل بحب الشيء فانشغاله به وليس في يده فيبتدئ يحاول تحصيل، فإذا وجد من عنده هذا الشيء يبتدي يحسده عليه، وبعدين إذا ما زالش الشيء ده من عند المحسود ينقلب إلى حقد وضغينة لأنه مستمر عنده وما جالوش، وده نتيجة إيه؟ ذرة الحب الأولانية التي وقعت في قلبه من حب شيء من أمور الدنيا، فده الأساس. فإذا قطعت مادة الحب أنت يبقى إيه؟ بشرط مش عايزه خلاص، الحمد لله الحمد لله، تقول مش عايزه الحمد لله. ولذلك ربنا يجعل ابتلاءات أخرى عند أصحاب النعم، فتجد واحد عنده نعم كثيرة لكن مريض، ما يقدرش ياكل فول الطعمية اللي انت الفول الطعمية اللي انت بتاكله خلاص، وانت بتاكل فول وطعمية، هو ممنوع من الفول الطعمية خالص ماشي، وغني مليونير لكن ما يقدرش ياكل سندوتش الفول اللي انت بتاكله عند الراجل ده، عارف فول ولا مش عارفين فول؟ مشهور شبعان منه على طول، الحمد لله اهي دي نعم. واحد تاني ما يقدرش ياكل الفول لانه برضه في ناس عندهم حاجة اسمها حمى الفول، حاجة زي كده، ما يقدرش ياكل فول خالص ولا طعمية ولا بتاع خلاص. وهو عندي هذا هو الزهد الحقيقي. ثم أعلم أن أصعب هذه الأمور الثلاثة إنما هو ترك الإرادة بالقلب، أي توجه القلب، إذ كم من تارك لها بظاهره محب مريد لها بباطنه، فهو في مكافحات ومقاسات
قاعد يعاني ومنشغل عايز يحصل هذا الشيء، ها، فهو في مكافحات ومقاسات شديدة من نفسه، والشأن كله في هذه اللي هو التعلق القلبي. ألم تسمع إلى قوله سبحانه عز من قائل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. علق الحكم بنفي الإرادة، أي الدار الآخرة جعلها، علق حكم الدار الآخرة لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا بالإرادة، علق الحكم بنفي الإرادة دون الطلب والفعل المراد، دون ان هو يطلب، ها، بل نفي الإرادة، ها، دون ان هو يطلب ودون ان يفعل، خلاص. ولكن هنا خلي بالك ان الانسان لا ينفك عن الدنيا مطلقا طالما انه عايش فيها. هتبص تلاقي نفسك جوع، طب انت عايز تاكل، اها، طب ما في إرادة منبعثة غير اللي عايز تأتي بطعام، لا مش هتقدر تخرج من هذا الا بالموت. فترك الإرادة قطعا 100% مطلقا غير موجود في الدنيا، الا بقى عند ايه؟ من اصطفاه الله تعالى، اللي هو ايه؟ اخذ مكان الصديقين او مقام نبوي، ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فخلاص استغنى بقى، شغال في الذكر ليل نهار، وقاعد مثلا منهم من ورد عنه انه كان يصوم 40 يوما متصله، ما ياكلش 40 يوم متصل، خلاص ده حال نبوي موروث موجود، خلاص يتراوح بين الناس. سيدنا ابن عمر كان يصوم 6 أيام متصلة، عبد الله بن عمر، وابن الزبير 7 أيام متصلة، ومنهم من ورد في الزاهدين في التابعين وتابع التابعين 40 يوم متصلة، أقصى ما وصل إليه 40 يوم، وربنا يخلق عنده في قلبه حالة تانية خالص وفي نفسه، فيمر أمام الطعام لا يشتهيه وهو قاعد مثلا صايم 30 يوم، خلاص، ويمر أمام الشراب فلا يعطش، ما ده بقى إيه؟ أبيت مقام نبوي، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وارث من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، مقام النبي ده حد له، فده ورث حده اللي هو إيه؟ أقيم عند ربي يطعمني ويسقيني، فتلاقي إيه؟ خلاص بقى ما فيش حاجة، ده منشغل بطعام ولا شراب، وعنده كمال الذكر والحضور في العبادة كما ينبغي، خلاص، ودخل في مقام مراتب الصديقين يعني. تلك الدار الآخرة، فما فيش انفكاك تام عن الدنيا طالما انك عايش فيها، تحتاج أكل، شرب، نفس، هواء، ما يحتاج إليه البشر عموما من الزواج والنكاح والأولاد ويعيشون معهم وما إلى ذلك. لكن ليس المعنى هنا إيه؟ الترك التام، إنما إيه؟ أن غلب عليه الترك القلبي للدنيا وإيه؟ عدم الإيه؟ الإرادة لها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، علق الحكم بنفي الإرادة، أي جعل الدار الآخرة بنفي إرادة الدنيا دون الطلب والفعل المراد، دون طلب الدنيا أو الفعل المراد فيها. وقلنا نفي الإرادة مش على سبيل 100%، بل على سبيل النوع الزهد يعني. وقوله سبحانه وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. طبعا الآية دي صعبة لكن لها مفهوم لازم نفهمه صحيح. من كان يريد حرث الآخرة أي بنسبة 100%، أو بأي نسبة، المهم غلب عليه طلب الآخرة، يبقى الإرادة هنا إيه؟ يكتفى فيها بغلبة الظن في طلب الآخرة، وليس بمعنى الإرادة ألا توجد إرادة للدنيا مطلقة، أن تكون إرادتك للآخرة 100%، خلاص. لكن لو اختلط ذلك بإرادة الدنيا عشان الآخرة ماشي، بقت إرادة الآخرة كلها، كان ماشي في الدنيا بيقصد الله تعالى يأكل ويشرب ويريد الطعام ويريد الشراب لأجل طاعة الله تعالى، لأجل إقامة نفسه من مقام العبودية، لأجل استيفاء شروط العبودية، ومثلا أن هو يقيم العبادة كما يريدها المولى عز وجل، فده من باب هيبقى إيه؟ نفس العمل ده إرادة للآخرة. طب ولو أراد الدنيا ما فيهاش حاجة، أراد الحلال بتاع الدنيا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما قالش ما تاكلوش ولا تشربوا خالص، خلاص قال لك لا تسرف، لا تسرف بقلبك في الانشغال التام، ها، ولا تسرف في الأكل والشرب، يعني برضو قلبك لا تسرف في إرادتك القلبية بالانشغال التام بالأكل والشرب أو الزوجة أو الأولاد، خلاص.
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أي بقى ده اللي تمحض بأنه أراد حرث الدنيا مطلقا وترك الدين خالص، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيعمل حاجة، ده كل همه تحصيل الدنيا ولا يهتم بالله ولا التفات، وفي غيبوبة في غفلة تامة. أهو ده بقى إيه؟ ده المعنى اللي هو إيه؟ ما نؤتيه منها هياخد نصيبه المكتوب ليه خلاص، وما له في الآخرة من نصيب، ملوش في الآخرة نصيب ليه؟ لأنه لم يؤدي فرائض الله ولم ينتهي عن مناهي الله. لكن لو أدى فرائض الله وانتهى عن مناهي الله، الحديث بيشرح الآية، قال لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. واضح؟ يبقى المقصود إيه؟ ده الحد الأدنى، ألا تشغله الدنيا عن الفرائض وألا توقعه في المناهي بس، يبقى ده إيه؟ سالك حلو، لكن إيه؟ في أعلى السالكين وفي أول، في أدنى السالكين وفي أعلى الواصلين بقى بعد كده مقام الصديقين. وقوله تعالى يبقى هنا إيه؟ ومن كان يريد حرث الدنيا، هل مطلق الإرادة فقط كده ولو قدر قليل من الدنيا؟ لا، لأن الإنسان منشغل بالدنيا ليل نهار، طالما أنه فيها يحتاج إلى مأكل مشرب طعام للأولاد زوجة، ما يحتاجه الإنسان من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وكل الحاجات دي، وبتريد إرادة قلبية، هل دي تقدح في أصل يريد؟ لا ما تقدحش خلاص. وقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا خلاص. يبقى ده اللي بيريد العاجلة إرادة تامة 100%، واضح؟ بشرط أنه سلبته الآخرة وسلبته اليقظة والالتفات إلى الله تعالى والإقامة شعائر الله تعالى على نفسه من العبادات وترك المنهيات، ده معنى إيه؟ الإرادة التامة للعاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. وقوله من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، الآية برضو بنفس المعنى. أما ترى الإشارة كلها إلى الإرادة فأمرها هو المهم، إذن يبقى أمر الإرادة دي القلبية، وده معنى أنه قلنا لك هذا العلم مبني على إصلاح القلوب، مبني على إصلاح القلوب خلاص، ونتيجة إصلاح القلب تظهر على الجوارح. أما ترى الإشارة كلها إلى الإرادة أي في الآيات السابقة فأمرها هو المهم إذن، لكن العبد إذا وضب واستقام على الأولين أعني التفريق والترك، ترك الطمع في الدنيا، ترك إيه؟ الإرادة بالقلب، وأيضا إيه أعني التفريق وتفريق المال يعني والترك، فمأمول من فضل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لدفع هذه الإرادة والاختيار عن قلبه. وهذا يتعود منه حتى يدل على الترك، لما الإنسان هيترك، أصل الترك خلي بالك ده فعل، واخد بالك في فرق بين عدم الفعل وبين الترك. الترك إن أنا إيه؟ في تطلع وأنا كبت هذا التطلع، يبقى إيجاب أهو، لكن العدم ده عدم، عدم الفعل ده عدم خلاص، قد ينتج عن غير إرادة، قد ينتج عن غير إرادة ماشي. فمأمول من فضل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لدفع هذه الإرادة والاختيار عن قلبه. أما هو يتعود الترك بقلبه يصل لهذا الحال، ودي برضو دي محصلة، دي مقدورة، أنه يحاول أن يكتسب بقلبه عدم الإرادة والاختيار، فربنا يحصل عنده بقى الزهد اللي هو إيه؟ الوهبي. فإنه المتفضل الكريم، فمأمول من فضل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لدفع هذه الإرادة والاختيار عن قلبه، فإنه المتفضل الكريم عز وجل. يبقى ده محض تفضل وكرم من الله تعالى، وليس تحصيليا اللي هو إيه؟ الزهد القلبي، اللي هو الزهد اللي ليس في تحصيل الإنسان. ثم الذي يبعث على الترك والتفريق ويهون عليك ذلك ذكر آفات الدنيا وعيوبها، اللي يساعدك على الترك وعلى ترك الدنيا، ترك طلب الدنيا بقلبك، وعلى التفريق ما في يدك، اللي هما السببين الأوليين،
ويهون عليك ذلك ذكر آفات الدنيا وعيوبها وعيوبها. وقد أكثر الناس القول في ذلك أي في آفات الدنيا وعيوبها، في آفات الدنيا وعيوبها، وقد أكثر الناس القول في ذلك. فمنهم قول بعضهم: تركت الدنيا لقلة غنائها وكثرة عنائها وسرعة فنائها وخسة شركائها. قال شيخ الإمام رحمه الله تعالى أبو بكر الوراق: لكن يجيء من هذا رائحة الرغبة الفائحة، لأن من شكى فراق أحد أحب وصاله، ومن ترك شيئا لمكان الشركاء فيه أحب لو انفرد به. القول البالغ فيه ما قاله شيخنا رحمه الله تعالى: إن الدنيا عدو الله عز وجل، وأنت محبه، ومن أحب أحدا أبغض عدوه. قال: ولأنها في أصلها وسخة جيفة، ألا ترى أن آخرها إلى القدر والفساد والتلاشي والاضمحلال والاضمحلال والنفاد، ولكنها جيفة دمخت بطيب وطويت بزينة، فاغتر بظاهرها الغافلون وزاهد فيها العاقلون. فإن قيل، قال: يبقى العلاج إن هو إيه؟ ينظر إلى حقيقة الدنيا وإلى موقعها عند الله تعالى وإلى نفس الأمر منها. يعني مثلا ينظر إلى نفس الأمر. ما نفس الأمر؟ هي ما عند الله حقيقة. الإمام علي ورد عنه أشياء كده، يقول: النكاح بول في بول. ما النكاح؟ بول في بول. ده الإمام علي يقول كده، نجاسة في نجاسة، هو بيعتبرها كده. فنظر إلى الحقيقة. أما جاء واحد يقول له: اعقد لنا عقد بيع، قال: باع ميت لميت. الله، من الأصل أن أنتم ميتين أنتم الاثنين. فقال إلى النظر إلى الغايات، ها، وإلى النهايات التي هي نفس الأمر عند الله تعالى. وطبعا الأحاديث في زمن الدنيا والآيات كثير جدا، خلاص. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، ما سقى الكافر منها شربة ماء، خلاص. قالوا حتى بعض أهل التبليغ كان يدروا المثال في الزهد الدنيا، يقول لك إيه: قسم السبع قارات على سبع قارات على جناح بعوضة، إن كل جناح البعوضة ده سبع قارات، هتطلع لك منه إيه؟ السبع قارات لا تساوي جناح بعوضة عند الله تعالى. في حقيقة في نفس الأمر عند الله تعالى، ما سقى الكافر منها شربة ماء. وكما كان يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه: يا دنيا غري غيري فقد باينتك ثلاثة، يعني أنا طلقتك ثلاثة، غري غيري بقى. وطبعا أحاديث كثيرة، وكنا نتكلم في كتاب زم الدنيا في الإحياء، ذكرنا أحاديث كثيرة وآيات. قال: وقد أكثر الناس القول في ذلك أي في ذكر آفات الدنيا وعيوبها، إن بذكر الآفات يتبين إيه أصل الشيء وإنك تزهد فيه. حتى قالوا: أجمل الأشياء التي تفعلها، ها، قالوا يعني قالوا الوط يحتاج إلى حركة، خلاص. قالوا: أما تيجي تأكل لحمة مشوية تيجي تحطها وتبت شوية تتلسع، وتحتاج إنك تجيب اللحمة وتنقيها وتقطعها وبعدين تحطها على النار وتشويها عشان تأكلها في الآخر، عايزة مجهود ضخم، واضح، ها، وبدل شيء وكده. وبعدين تأتي بعد كده كما قال الإمام الغزالي: تأتي بالأفاويه، فتحط إيه الأفاويه اللي هي التحبيشات، الملح والفلفل والكمون والكزبرة على الطعام، فيزداد، ها، فتزداد شهوتك ليه. وبعدين كده تجد حصل تلبك معه، فتحتاج إلى شيء عشان شيء مادة بيبسي ولا بتاع عشان إيه تسيح الأشياء دي، لأنها ألكمتك، أصبحت ملكوم مش قادر تتنفس منها، ها، استمتعت لغاية لما شبعت وزدت في الشبع مش عارف تتنفس، عايز بقى حاجه فواره عشان ايه اهضم الاشياء دي، عايز اتنفس فتجوع تاني، مش كده. وقد اكثر الناس القول في ذلك. فمنهم طبعا قال عن الشافعي، ورد الشارح قال ايه: وما هي الا الجنه، الامام الشافعي يصفها بقى الوصف الدقيق: وما هي الا جيفه مستحيله، جيفه تحولت يعني اصبحت منتنه،
خلاص جيفة يعني ميتة ومستحيلة يعني أنتنت، عليها كلاب همهن اكتذابها. وفي بقية الشعب فإن أنت جذبتهم معها يعني ها يعني هتصير العداوة بينك وبينهم يعني، وإن أنت تركتها لهم ها لم تصل بينك وبينهم عداوة. وما هي إلا جيفة أي ميتة مستحيلة أي أنتنت وتحولت ها وعليها كلاب همهن اجتذابها. زي الكلاب تجتذب الجيف أي تتمزق، كل واحد يجرها من حتة ويمزقها ويأكل منها. وإن هذا المشهور على الألسنة الدنيا جيفة وطلابها كلاب. وفي القوت ولقد أشهد ذلك بعض المكاشفين فقال رأيت الدنيا في صورة جيفة ورأيت إبليس في صورة كلب وهو جائع جاثم عليها ومناد ينادي من فوق أنت كلب من كلابي وهذه جيفة من خلقي ولقد جعلتها نصيبك فمن نازعك شيئا منها فقد سلطتك عليه. الله تسليط الشيطان على طالب الدنيا. ومن ذلك قول بشر بن الحارث من سأل الله الدنيا فإنما يسأله طول الوقوف بين يديه. نعم، لأنه لما عنده دنيا كتير هيتحاسب كتير، يحاسب عليها كثيرا. قول بعضهم ومنها قول بعضهم تركت الدنيا لقلة غنائها وكثرة عنائها، إن فيها عناء وشدة وتعب ها وسرعة فنائها وخسة شركائها. قال قول بعضهم تركت الدنيا لقلة غنائها، ما تغنيش، كل ما تاخد منها تزداد في الطلب، كل ما تاخد منها تزداد انت في الطلب لها، وكثرة عنائها، وما عندك المال عايز تخزنه وتحفظه وعايز حفظة وخزائن وما إلى ذلك وحراس، وسرعة فنائها بعد كده بتزول، إما أن تتركها وإما أن تزول عنها أو تزول عنك، وخسة شركائها أي طلاب الدنيا دول بيبقى عندهم دناءة ولا لا يهتمون بحل ولا حرمة ولا تقوى ولا ورع ولا أي شيء. قال شيخ الإمام رحمه الله تعالى وهو الشيخ أبو بكر بن وراق رحمه الله تعالى لكن يجيء من هذا رائحة الرغبة الفائحة. طيب، لأن من شكى فراق أحد أن الترك يكون لله لأن الله أبغضها، خلاص الدنيا والرسول بين ذلك في الأحاديث في الآيات والأحاديث، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وهكذا آيات كثيرة طبعا وردت في دم الدنيا ذكرناها في كتاب دم الدنيا في الإحياء، وأيضا الأحاديث وردت كثيرة الدنيا ملعون في ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه علما متعلما. لكن يجيء من هذا إن هو الترك كان لسبب وهو عدم القدرة على تحصيلها، وهذا يقتضي أنها موجودة في القلب. تركت الدنيا لقلة غنائها، مش هستغني بها حتى لو خدتها كلها، كل لو كان لابن آدم واد من ذهب لا يتمنى أن يكون له وديان، ولو كان له وديان لا يتمنى ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، يتوب الله على من تاب، يتوب الله تعالى عنه عن حب الدنيا، عن طلب الدنيا، عن إرادتها واختيارها، وكثرة عنائها أي المشقة فيها، يعني ما كانش فيها مشقة كان هيطلبها، ولو كانت هتغني كان هيطلبها، وسرعة فنائها إنها مش دائمة فانية، وخسة شركائها اللي بيتجاذبها الكلاب دول خلاص بدون حل ولا حرمة، بل يعني هم يدعونه إلى فعل الحرام خلاص، لما طلاب الدنيا دول يدعونه إلى التجاذب معهم فيقع في الحرام ويقع في الشبهات وما إلى ذلك. قال شيخ الإمام رحمه الله تعالى لكن يجيء من هذا رائحة الرغبة الفائحة، لأن من شكى فراق أحد أحب وصاله، إن تركتها لكذا وكذا وكذا وكذا، يبقى أنت فرقتها لأسباب خلاص
وبأنك فرغتها هتحب أنك أنت تصل إليها لو زالت الأسباب دي، لو محدش معاك يتكلم عليها أو كانت سهلة في الحصول عليها أو دائما معك إلى أن تموت مثلا، أو كان شركاؤها شركاءك فيها الأتقياء والورعين بشرط يسلك بك الطريق إلى الله تعالى، كنت تطلبها. ومن ترك شيئا لمكان الشركاء فيه أحب لو انفرد به وخست شركائه عشان فيها شركاء، هو الأربع أسباب. قلة غنائها مش هتستغني بيها، لأنك تستغني بيها إلى الأبد الأبدين مش هتستغني، وكثرة عنائها المشقة فيها في تحصيلها وسرعة فنائها، كل دي أسباب لو انتفت واحد منها لكن في نوع من الطلب للدنيا. ومن ترك شيئا لمكان الشركاء فيه أحب لو انفرد به، يعني لو كان هينفرد به ويبقى هو الوحيد اللي في الدنيا ويأخذ كل شيء فيها، لكن طلبها أقول يبقى ده موجود تعلق قلبي بالدنيا، لكن يجيء من هذا رائحة الرغبة الفائحة أي في الدنيا، لأن من شك فراق أحد أحب وصاله، ومن ترك شيئا لمكان الشركاء فيه أحب لو انفرد به. فالقول البالغ فيه ما قاله شيخنا رحمه الله تعالى، وهو أبو بكر الطوسي، الأول أبو بكر الوراق والثاني أبو بكر الطوسي رحمه الله تعالى: إن الدنيا عدو الله عز وجل، وأنت محبه أي محب لذلك العدو، ومن أحب أهدى أحدا أبغض عدوه. بل الحمد لله، إن الدنيا عدو الله عز وجل، وأنت محبه أي محب لله تعالى بدعواك وزعمك، ومن أحب أحدا أبغض عدوه، فلو كنت بتحب ربنا هتبغض العدو بتاع ربنا. قال: ولأنها في أصلها وسخة جيفة، ألا ترى أن آخرها إلى القدر والفساد والتلاشي والاضمحلال والنفاذ، لكنها جيفة ضمخت بطيب وطويت بزينة فاغتر بظاهرها الغافلون، وزاد فيها العاقل. لا عدو، إن الدنيا عدو الله عز وجل، وأنت محبه أي محب لله عز وجل، ومن أحب أحدا ها أبغض عدوه، يبقى تبغض عدو الله وهو الدنيا. قال: ولأنها في أصلها وسخة جيفة، دنيا من الدنو والدناءة، دنو القرب والدناءة أي أنها دنيئة، واضح؟ ولأنها في أصلها وسخة جيفة، جيفة يعني ميتة تعفنت بقى لها ريح منتنة، ألا ترى أن آخرها إلى القدر والفساد والتلاشي؟ الإنسان كفن بعدين يقفلوا عليه عشان ريحته ما تطلعش، ها ينتن ما يفتحوش قبل ايه، قبل مدة معينة 4 أشهر ولا 40 يوم على بال ما يتم تعفنه تماما وتذهب رائحته. والاضمحلالي اي لما تصغر الزوال والذهاب، والنفادي انها ايه لا 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 الفناء، لكنها جيفة، هي جيفة في الأصل، ضمخت بطيب وطويت بزينة، جيفة منتنة وبعدين حطوا عليها طيب عشان إيه ريحتها ما تبقاش ظاهرة، خلاص. كما في أمثلة الإمام الغزالي إنه يقول إيه، إنها امرأة عجوز شمطاء، ها ها، وبعدين تزينت وتطيبت، دي الدنيا عجوز شمطاء تزينت وتطيبت، لكنها جيفة ضمخت بطيب أي لطخت بالطيب عشان يذهب رائحتها الكريهة الممتنة، وطويت بزينة لفت في ثياب، ثياب مزينة، فاغتر بظاهرها الغافلون أي الغافلون عن الله تعالى الجاهلون بعاقبتها. كما قال ابن عطاء: الدنيا ظاهرها غرة وباطنها عبرة، وزهد فيها العاقل.
فالمغرورين ينظرون إلى إيه؟ إلى زينتها الظاهرة فيغتر بها فتهلك صاحبها. فإن قيل فما حكم الزهد في الدنيا، أهو فرض أم نفل؟ فاعلم أن الزهد يقع عندنا في الحلال والحرام، فهو في الحرام فرض وفي الحلال نفل. طيب، الزهد أخص من الورع. الورع ترك ما فيه شبهة، ده معنى الورع، ترك ما هو مشبوه، لكن ممكن يكون مع الورع ده مفهوم المخالفة أنه يتوسع في الحلال بما لا يصل إلى الحرام، لكن الزهد هو ترك الحلال، الاستقلال من الحلال، ليقلل من الحلال. فالزهد أخص من الورع. الورع ترك ما فيه شبهة لكن هيتوسع في الحلال ومش هيوصل للمحرم ولا المكروه، لكن الزهد ده أخص بأنه إيه؟ ترك التوسع في الحلال نفسه. واضح؟ فإن قيل فما حكم الزهد في الدنيا، أهو فرض أم نفل؟ فاعلم أن الزهد يقع عندنا في الحلال والحرام، فهو في الحرام فرض، الزهد في الأشياء المحرمة فرض، اللي هو الورع ده، مش الورع نفسه، لا، الحرام المقطوع بيه، خلي بالك إن الورع ده هو ايه؟ ترك المشتبه فيه. الورع ترك المشتبه فيه، لكن ترك الحرام ده واجب سواء على الورع او على الزهد. خلاص، ان الزهد يقع عندنا في الحلال والحرام، فهو في الحرام ان تزهد في الحرام فرض. خلاص، وفي الحلال اي التقلل من الحلال نافل، وده معنى الزهد. ثم منزلت هذا الحرام لمستقيمي الطاعات بمنزلة الميتة المستقذرة لا يقدم عليها إلا عند الضرورة بمقدار دفع الضرر. ثم منزلة هذا الحرام اللي هو الجزء الزهد في الحرام لمستقيم الطاعات بمنزلة الميتة المستقذرة، إلا من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يأكل الميتة وما إلى ذلك، بمنزلة الميتة المستقدرة لا يقدم علي لا يقدم عليها. عندك يقدم ولا يخدم؟ يقدم. الحمد لله. لا يقدم عليها إلا عند الضرورة بمقدار دفع الضرر. ماشي، جزء الحرام ده يجوز حتى عند الزهاد. واحد زاهد وفي الصحراء وهيموت جوع، أقول له كل الميتة، يقول لي أنا زاهد، أقول لا، ده يجب عليك حفظ النفس، حفظ نفسك، ولا تأثم. لو مت جوعا وامامك ميته تأثم. خلاص، ما تقولش بقى زهد، الزهد هنا لازم يكون مقترن بالشرع. خلاص، فلما انفصل الزهد عن الشرع وعن العلم اصبحت البلاء، اصبح بلاء. ثم منزله هذا الحرام اي الزهد في الحرام لمستقيم الطاعات بمنزلة الميتة المستقذرة أي تناول الميتة المستقذرة لا يقدم عليها أي على تناولها إلا عند الضرورة بمقدار دفع الضرر وأيضا بمقدار الحاجة الملحة. يعني لو واحد بيأكل من الميتة أقول له كل غاية لما تسد رمقك بس، لكن ما تتقوش على أن تقوم، ها؟ هيموت. فأكل حتة صغيرة أقول له كل حتة كمان وجوبا، ليه؟ عشان تقدر تنبعث وتستمر في الحياة، مش سد الرمق بس. لا، زي بالظبط في حاجة اسمها الزهد الزائف، إن أنا أفضل أمتنع عن الأكل لغاية لما أصلي الفرض جالس، أقول لك لا، ده زهد زائف، كل من المباح ما تستطيع به أن تقوم وتقوم في صلاتك. يفضل يضعف يضعف لغاية لما يصلي جالس الفرض، يقول لي أنا زاهد، أقول له ده زهد زائف، كل حتى تستطيع أن تؤدي الفرض قائما. خلاص، فأنت مش مأمور بكده، أنك أنت تصلي الفرض جالس وأنت مستطيع أن تصليه قائم، وتقول لي بقلل الطعام عشان الزهد، أقول له ده زهد جائف، زهد إيه؟ زائف، ليس حقيقة الزهد ولا حقيقة الورع. يبقى الضرورة والحاجة الملحة الشديدة. خلاص، بل الحاجة الملحة مطلقا، أنا هياكل من الميتة لغاية إيه؟ هو ده القياس على إيه؟ أكل الميتة. هياكل الميتة لغاية إيه؟ لغاية لما يقوم وينبعث وينشط ويقدر يؤدي ما عليه، ماشي، بقدر إمكانه، ما يتوسعش،
الضرورة تقدر بقدرها لغاية لما يقدر ينبعث ويقوم ويمشي لك. مش أقوله خد لقمة واحدة بس بشرط أنك تعيش لكن ما تتحركش، يبقى ده الضرورة بتاعتك. أقوله لا، توسع ولو في الحرام ولو في الميت، خلاص أنك أنت تأكل ما تنبعث به. طب افرض هو في الصحراء وعايز يصل للعمران، للعمران يتزود من الميتة ويأكل منها ويمشي لغاية لما يصل إلى العمران، واضح؟ فتعتبر دي من الملحق بالضرورة أو بالحاجات الملحة. وأما الزهد في الحلال فإنما يكون في منزلة الأبدال، وأما الزهد في الحلال فإنما يكون في منزلة الأبدال، يكون عندهم الحلال بمنزلة الميتة لا يتناولن منها إلا قدرا لا بد منه. الله وأما الزهد في الحلال فإنه يكون في منزلة الأبدال، فإنما يكون في منزلة الأبدال. الأبدال دول قوم وردت فيهم أحاديث، ألف فيهم الإمام السيوطي رسالة سماها الخبر الدال على صحة حديث الأقطاب والأوتاد والنجباء والأبدال، إن دول موجودين، الأشياء دي موجودة. وروى الإمام أحمد وغيره أحاديث عن الأبدال، فيهم من حديث حسن ذكره الإمام نور الدين الهيثمي في مجمع الدواء في مجمع الزوائد، وقال حديث حسن. وكان الإمام أحمد وكثير من علماء الأمة يقول فلان هذا من الأبدال، إذا ده أصل الأبدال ده مثبوت عندهم كلمة الأبدال. والأبدال سموا أبدالا لأنهم كلما مات منهم رجل أبدل الله منه رجلا غيره، هم 40 وقيل 30، ويقالوا إن معظمهم في بلاد الشام 47. وبعدين هم يرتقون من طبقات إلى طبقات، ففي قطب الوجود أو القطب الغوث أو قطب الأقطاب، وتحته 4 كما ورد في أحاديث عن ذلك أو منقول عن الصحابة والتابعين وما إلى ذلك، وتحت 4 الأبدال 40، وتحت 40 النجباء، النجباء عدد أهل بدر 313 رجل من النجباء، غالبهم بمصر النجباء دول. فإذا مات واحد من الأبدال التقى واحد من النجباء، وإذا مات واحد من النجباء التقى واحد من الصالحين، خلاص. وهكذا إذا مات واحد من الأقطار 4 ينتقل واحد من 40، خلاص. وإذا مات قطب الوجود ينتقل واحد من 4، فده تراقي كده هرمي موجود في هذا. يقول الأبدال، قال في القاموس الأبدال قوم يقيم الله يقيم بهم الله عز وجل الأرض، وهم 70، 40 بالشام و30 بغيرها، لا يموت أحدهم إلا قام مقامه آخر من سائر الناس. وقال ابن دريج الواحد بديل، لكن الوارد عند السيوطي 40، هم الراجح هم 40 فقط، منهم 27 على سبيل العدد المذكور عن السيوطي، 27 ببلاد الشام. وانا 40 ببلاد الشام، ماشي، هم 70 و40 ببلاد الشام. قال واما الزهد في الحلال فانما يكون في منزلة الابدال، يكون عندهم الحلال بمنزلة الميتة، الحلال بمنزلة الحرام، لا يتناولون منها أي الدنيا إلا قدرا لا بد منه، اللي هو يقيم صلوهم كما شرحنا في الأكل من الحرام. ترتيب إلا على هذا، ترتيب ما يوجد في الكون من أناس اختصهم الله تعالى بأحوال نبوية، فقطب الوجود أو قطب الزمان أو قطب الأقطاب هذا أكثر رجل موجود مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، مش ظاهرا بس باطنا، يعني حاله على حال قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد عنده رحمة شديدة وتجد عنده معاملة كده ما شاء الله، فاهم؟ فيغلب عليه كده ظاهرا وباطنا، ده اسمه قطب الوجود، اللي هو أكثر اللي هو الوارث المحمدي، الوارث ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم، غلب عليه ان ده اكثر واحد امتثالا ظاهرا وباطنا بحال النبي صلى الله عليه وسلم، فيصوم يقود الوجود لذلك. مش ما مش هم بس، ده الضعفاء يرحم الله بهم الخلق، سبب رفع العذاب وجود الضعفاء، لولا
بهائم رتع وشيوخا ركع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صب. يبقى سبب رفع العذاب والبلاء هو الركوع الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. كل حاجة فيها طريقين، طريق كسبي اللي انت بتجتهد فيه زي الزهد ده بتحصل أسباب الزهد، وطريق وهمي فانت بتعمل اللي عليك وربنا عليه القسم الإلهي. لا ده وهم بيتحصل طبعا عنده مجاهدة، بيستمر في المجاهدة، في مجاهدة نفسه مع الله تعالى وعلى السنة وعلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فربنا يفتح عليه. ده فتح إلهي لك. كل واحد بيجتهد بقدر إمكانه. لكن الايه لو كنت بقول لك الضعفاء اصلا ربنا بيرفع من العذاب، فيهم تاثير بالفعل، فيهم تاثير. قلنا قبل كده، قبل ذلك، ودي فتح الله عليك، فتحت عليا كده نقطه حلوه. قلت قاعده ان النبي صلى الله عليه وسلم يورث عنه كل شيء الا الوحي. طب ما هو النبي اقطع سيدنا تميم الداري بيت سحنون وبيت عينون، واقطع بتاع ده سراقه بن ملك الجعشمي اساور كسرى، وكان في اللحظه دي ظاهرا لا يملكها عليه الصلاه والسلام، ولا بيت عينون وبيت سحنون لان ده فتح في عهد سيدنا معاويه على ما اعتقد او عهد سيدنا عمر، فلكن قال له ايه ده ولك بيت سحنون وعينون. فبالفعل لما اتفتحت اصبح هو امير تميم الداري، هو امير بيت سحنون وعينون، هو العامل بتاعهم خلاص. فمن باب ايضا ان كل حاجه تورث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا الوحي، فيرثون منه ذلك بتقسيم الارض بالميراث النبوي، ان يكون بالفعل تجد حاجات عجيبه فتح الله عليه. اما الشيخ ابو الحسن الشاذلي دخل الاسكندريه، بعت الوالي بتاع المغرب، ما هو هناك قالوا عليه زنديق، فشيخه قال له روح مصر، الشيخ ابن مشيش قال له اذهب الى مصر، فجاء من طريق البحر فنزل في الاسكندريه، فسبقوا ايه الرساله ان هذا رجل زنديق وفاسق ومحدش يتابعه. فلما دخل لقى الولي بتاع الاسكندريه موجود، فاستاذنه في الدخول ادبا، عارف الولي الظاهر قدامه، هو عارف ان ده ولي وده ولي الاسكندريه، الولي المسؤول عن الاسكندريه في الولايه خلاص. لا ولايه العرفان بالله تعالى. فذهب واستأذن في الدخول، فأذن له مات بعد ثلاث أيام، فظهرت الكرامة لي والناس سلمته للشيخ أبو الحسن الشاذلي خلاص، وأكثر وكثر أتباعه بعد كده في الإسكندرية بالظبط. فلا نوع من الميراث أهو، ها، وتجد في قصصهم حاجات عجيبة. لسه من القصص العجيبة إن الشيخ القشيري نفسه ظهر واحد مبتدع اسمه في بلد في أوروبا، وكان هذا المبتدع وزير كنت أبحث عن اسمه في الصحابة ما وجدت حد باسم هذا الرجل يعني، بس بالصدفة تعرضت وجدت القصة دي في كتب التاريخ في عهد القشيري أو القاسم القشيري والجوين وما إلى ذلك. فالمهم الرجل المبتدع ده كان وزير، كان جمع بين أشياء سيئة جدا في العقيدة، أنه شيعي مغالي في التشيع، وأنه رافضي، وأنه كمان معتزلي في عقيدته، فيقول بإيه وأكبر الناس على القول بخلق القرآن وكلام الله تعالى مخلوق، فلدرجة أن العلماء فروا من البلاد بتاعته. فمين اجتمع مش عارف منهم الجويني والقشيري ابو القاسم القشيري مش عارف مين تاني، واجتمع في الحج في السنه ديه وسابوا البلاد بقى، ما سابوا الجويني وسابوا القشيري، وراحوا مين اجتمع 400 قاضي 400 قاضي في الحجه ديه، فقالوا يعني يا قشيري وامام الحرمين ادعوا لنا ان ربنا يكشف عنا كربه هذا الرجل ويذهبه. فالقشيري قال ارجعوا الى بيئكم، كل واحد بقى رايح بلد ثانيه شوف يقعد فيها، قال كل يرجع الى بدايه فقد اخزاه الله وقتله. في الليله دي اتقتل واتقطع حتت الرجل ده وتناثرت اجزاؤه في البلاد. ها؟
هو شو الشيخ قاعد في الليلة دي لما أخبرهم كده كاشف إله ما أقدرش نبدأ هذه الأشياء تكاد تكون مثل هذا متواتر لا ينكره أحد إلا جاهل لأن تجد القصة دي كثيرة أقول لك القشيري هو ومش مشهورة عنه القصة دي خلاص أبو القاسم القشيري اللي هو الشيخ النووي صاحب الرسالة القشيرية وصاحب تفسير لطائف الإشارات رضي الله عنهم أجمعين وعن بهم وعن معهم طيب والحرام عندهم بمنزلة النار عند إيه الورع دول اللي هو الأبدان لا يخطر ببالهم قصد تناولها بحال لكن قد يدخل عليهم الجهل إلا لو كانوا علماء فيجب أن يرجعوا إلى العلم أن يجب عليه إبقاء نفسه يجب على خلي بالك أن مسألة أكل الميتة ليست جائزة إما واجبة أو حرام ملهاش حل تاني فهذه من الرخص المجازية إيه رخصة مجازية؟ يعني إنها إيه؟ صورتها رخصة من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه لكن هو غير مخير بأنه ما يأكلش ده هو يجب عليه أن يأكل من الميتة حتى يحقق إيه؟ مقاصد الشريعة العليا من حفظ النفس فإذا امتنع أثم واضح؟ ما تقولش أبدل وما أبدلش ملناش دعوة عليك تحفظ نفسك آه عندك مدد رباني وأحسست باليقين إنك أنت ربنا هيطعمك خلاص أقول لك امتنع لكن لو ما حسستش بالمدد ده ها يجب عليك الأكل من الميتة تقول لي بدل مش بدل ولي قطب ماليش دعوة أنت ماشي مع ظواهر الشريعة لازم أول حاجة تنطبق عليك ظواهر الشريعة خلاص والحرام عندهم بمنزلة النار ليه المعنى ايه وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يبقى في النار لكن لو في طعام لا يخطر ببالهم قصد تناولها بحال الا في حاله الضروره القصوى اللي هي الابقاء على النفس وهذا معنى البروده على القلب بان يقطع همته عنها ويستقذرها ويستنكرها جدا فلا يبقى لها في قلبه اختيار ولا اراده ما فيش توجه في قلبه خالص ليها ده بيستقذرها ويأنفها اصبر بس استنى وهذا معنى البرودة على القلب بأن يقطع همته عنها ما فيش توجه في قلبي ويستقذرها ويستنكرها جدا فلا يبقى لها في قلبه اختيار ولا إرادة قبل أديكم مثال حلو خطر في ذهني مما نقله الشيخ الذهبي في كتابه الماتع سير أعلام النبلاء كان يتكلم عن امرأة اسمها رحمة في بغداد لما التتار دخلوا بغداد ففي ذلك اليوم رحمة كانت جائعة هي وأولادها جوعا شديدا وكان لها زوج نجار اسمه ايه زوجها يوسف النجار مش اللي اتهمت به السيدة مريم يوسف ها يوسف النجار المهم ان النجار ده دخل في المعركة وقتلوه الايه التتار والعياذ بالله تعالى ودخل في هذه البلدة في بغداد في ذلك اليوم 3000 جنازة من المقتولين دول من ايه من التتار فكان زوجها من ضمن المقتولين فهي المرأة توضأت واحتسبت عند الله تعالى وجائعة والعيال بيصوتوا ها فصلت مع جوع شديد وكملت بعد الأداء Thank you.
فيوسف أو حبيب النجار ده زوج رحمة قتل واستشهد في إيه؟ التطرقة. فدخل في بغداد في ذلك اليوم 3000 جنازة. فاللي حصل المرأة جعانة جدا والأولاد قاعدين يصوتوا حواليها وجوعانين، فهي توضأت وتوجهت إلى الله تعالى وصلت الفرض. فوهي بتصلي سجدت سجدة دامت فيها، فوجدت أنها في جنة يعني بوستين، ووجدت زوجها جالس يلبس البياض ها ومعه مجموعة من قتلوا استشهدوا معه، وهي بتدور في الطرقات على زوجها وهو بعيد. فقال لها الرجل في البستان: أين تريدني يا امرأة؟ قالت: أريد زوج النجار، يوسف النجار أو حبيب النجار. قال: هو هناك هو. فذهبت إليه وجالس مع مجموعة من اللي استشهدوا اللي لابسين البياض، فناداها قال: تعالي. وقال لجلسائه: أتأذنون أن أعطي هذه المرأة البائسة قطعة من الخبز؟ قالوا: أذن له. فأعطاها قطعة من الخبز أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فأكلتها في المنام. مش فاكر بقى القصة بتقول إن هو كمان استيقظت وهي في إيديها ولا لا، بس المهم إنها اللي حصل إيه؟ أما استيقظت كانت تمام الشبع بعد أن كانت جوعانة تماما، وبعدين ربنا رزقها وإيه وجدت إنها لا تستطيع أن تأكل طعام الدنيا بعد كده، تجلس بالشهور لا تأكل طعام خالص. أهي دي دليل برضو إيه؟ دي دليل على إيه؟ عدم الطعام. لدرجة كان الملوك في عصر الإمام الذهبي يحبسونها عشان يجربوا عليها إنها لا تأكل، فلا تأكل بالفعل وجودها بقوة وكده. وبعدين سألوها، جم العلماء سألوها قالوا لها: يعني أنت إيه اللي بتحسيه بالنسبة لطعامنا إحنا؟ قالت: أقرف منه، عامل زي الجيفة، طعام منتن ولا تأكل ولا تشرب. ها؟ وكان أحد العلماء حتى ورد في الرواية سألها: ألا تشتهين الرجال؟ قالت: ألا تستحي مني أن تسألني مثل ذلك؟ قال: لا، إنما لو أنقل عنك. يمكن الذهبي يقول لي سألها كده. فقالت: لا أشتهي ذلك مطلقا. وهذه قصة
ذكرها الإمام الذهبي بإسناد جيد في كتابه سير أعلام النبلاء، أو لعل الكتاب الثاني، يعني المهم أنه ذكرها في كتابه وقال بإسناد جيد إلى رحمدية في الحادثة التي حدثت وكان في عصر على ما أعتقد. وذكرها أيضا الشيخ ابن السبكي في مفيد النعم أو معيد النعم ومبيد النقم، ذكر القصة دي بتاع الرحمة بالإسناد متصلة إنها ده منقول، دي تضم للإيه اللي قلنا 40 راجل 40 يوم ما يأكلش، لا دي بقى شهرين وشهور مستمرة على كده في السجن يسجنوها عشان يجربوا إنها ما تاكلش هذه المرأة يعني. فاللي ساقنا ذلك إيه؟ إن أهل التقوى والورع ربنا بيمدهم من عنده سبحانه وتعالى، وأنهم إيه؟ نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. رب ربنا والله يسأل عن ما يفعل يسألوه. أنت في مقام العبودية ما تقولش ليه المقام العبودية إنك أنت في العبودية بس، ابتلاك بالفرح يفرح، ابتلاك بالحزن يحزن، ابتلاك بالصبر يصبر، ابتلاك بالمصائب يصبر، وهكذا أنت ما أنت عبد وليس محبوب. طبعا هي حكمة من الله تعالى الابتلاء ليربطكم أيكم أحسن عملا. تبارك سبحانه وتعالى، تبارك الله الذي خلق الموت ليبلوكم، خلق كل شيء ليربطكم أيكم أحسن عملا، ربكم أكبر من يبلوكم بس ويطلع البلاء أصلا بس انتهى الأمر، لا يسألوا عما يفعلون وهم يسألون وجعل المعيار كمان باقي أشد الناس بلاء الأنبياء.